خوتي خوتتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من وتستمر الحياة وأكيد أن الحياة مستمرة رغم الظروف الاستثنائية اللي تنعيشوها اليوم كنعيش واحد ظرف استثنائي عالمي كان جميع واحد الجائحة عالمية ولكن في نفس الوقت خاصنا نحافظوا على روح التفاؤل وأيضا روح الأمل في قلوبنا وفي قلوب وليداتنا الى رفعنا من مستوى المعنويات ديالنا ومن الامل ومن التفاؤل عندنا اكيد هذه المساله كترفع من مستوى المناعه ديالنا وبالتالي غادي نعيشوا هذه المرحله ديال الحظر الصحي او الحجر الصحي وحنايا على الاقل مرتاحين شي شويه ومستافدين من الوقت في الجانب الايجابي ونجري 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 شي شويه على ما هو سلبي نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير فين ما كنتوا واليوم غنجاوب على واحد السؤال ديال عدد من الامهات كثير منا في الاوقات العاديه تنقولوا واه العطله قربات غير جلسوا الدراري الحركه بزاف صداع الغوات آه، جلاس رصاصكا هذا الاشكال هذا عندنا كامهات وكنساو باللي الحركه ديال الوليدات ديالنا راه هي صحيه خاصهم يتحركوا خاصهم يديروا يعني آه الانشطه ديالهم ويفرغوا الطاقه ديالهم ولكن يمكن حنا حيت فسنا هذه المرحله وكبرنا ودنا المراحل الاخرى في حياتنا صبحات كتبان لينا هاد الحركه نوع من الازعاج فكثير من الامهات كتقول لك ولادي قباح كيديروا القباحات كيديروا الدسارات الى غير ذلك لهاد الغرض اليوم صدفت لكم الكوتش منى الصباحي كوتش معتمده في التطوير الذاتي اللي غتكلم لينا على هذا الجانب هذا في الاول الكوتش وش كلامي صحيح وش فعلا هذه الحركه ديال الوليدات ديالنا هي حركه صحيه وخاصها تكون وش احنا اللي فينا المشكل ولا الوليدات هما اللي فيهم المشكل السلام عليكم سكينا السلام عليكم فين <applause> ما كنتي وشكرا أه على الاستضافه سام في توجور انني نتحاور معك ون ونهضروا على المواضيع اللي كتهمنا كاملين وخاصه هذا الموضوع هذا اللي ذكرتي هذا النهار هو موضوع الامهات والاباء على حد سواء لان الاغلبيه بجوج بهم جالسين مع الوليدات وكما قلتي سكينه فكان يمكن انا نبدا باول حاجه لان قلتي مي كتكون العطله ديجا تنبقاو نقولوا ولادنا هايكونوا في الدار شنو ليهم لهم تيتحركوا فللاسف حنا حاليا ماشي في عطله رأى الفرق ما بين العطله وما بين هاد الايام اللي كان مروا بها هو اننا في العطله كنقدروا نخرجوهم كتكون المشي والمجي كنقدروا نديهم شويه للبحر كنقدروا يمشيو يشوفوا شويه العائله العائله كذلك تجي لعنا كيكونوا الاصدقاء دونك تنكونوا حنا اصلا في اون بوستور في واحد الوضعيه ديال العطله والاستراحه وهكاك بيان سور راه تنقدروا اننا نكونوا تقل... تنتقلقوا معاهم شويه لان ما تنعرفوش كيفاش نملاو ليهم داك الوقت ديالهم هذه من جهه فاحنا الان في حجر صحي ما نساوش الوطاه والثقل اللي هذه المجموعه المعلومات السلبيه و... واللي حقيقيه كت... ك... كنسمعوها في الاعلام واللي كتوصلنا واللي بلا ما نهضروا بيان على الاخبار الكاذبه مي غير هاد الاخبار كلها اللي كتوصلنا عندها واحد الوطاه كبيره فهاد الضغط حنايا ديجا كنعيشوه ككبار اللي جالس بلا خدمه اللي موقف الخدمه ديالو اللي مضطر انه يخدم عن بعد او عن طريق الوسائل التكنولوجيه المتاحه بالاضافه لانه عنده الاطفال في قلب الدار اللي ما يمكن لهم لا يخرجوا لا يدخلوا لا يتحركوا فما شرعنا راه عندنا واحد الدار فيها خاصه جدا اللي كما ضغط علينا راه ضغط على داك الاطفال اكثر منا الا كنا حنايا اللي كبار وبعقلنا وعندنا تجربه الحمد لله وعندنا خبره لاننا في واحد وضعية اللي ما عمرنا عشناها فراه حنايا تالفين راه حنايا مخلوعين راه حنا ساعه ساعه كنقولوا يا ربي فوقاش هادشي هي هي <applause> هيكمل فما بالك هما كي سوبيس يعني تي 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 تيعيشوا داكشي اللي حنا تنعيشوه تندوزوهم بلا والبال من غير ان كما قلتي سكينه راه امر طبيعي جدا ان الطفل يتحرك وان الطفل يهدر وان الطفل يلعب وانه يشقلب لك الصالون وانه يمشي ويجي وانه يولي عنده تصرفات اللي تقدر انت تعتبرها غير طبيعيه لانه مسكين كونفيني محبوس في الحجر حتى هو معانا طبعا هذه الله يدوز هذا الفطر على خير وبخير فالجلسه ديالو في الدار غير طبيعيه وبالتالي التصرفات ديالو هتكون اصعب من التصرفات اللي كتكون عنده في العطله لانه على الاقل في العطله كما كي قلت كيكون عنده واحد الحركه كتكون عنده واحد الامكانيه انه هيخرج هيمشي يشوف عائلته هيجيو عنده صحابه هيمشي عند صحابه اللي حاليا غير متاحه الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسال كوتش منى اكيد انه هذا الكلام كل اللي قلتي هو كلام مهم وكيخصنا حنا ربما هذه فرصه باش نراجعوا فيها الاوراق ديالنا ونشوفوا هذا الجانب هذه الامور بهذا الجانب الايجابي ونركز اكثر في علاقتنا مع الوليدات ديالنا وكيف ما كتعرفي كوتش منى في هذه المرحله كلنا نعيش نوع من الضغط النفسي طبيعي احنا بشر فينا واحد النوع الخوف من التطور شنو غيوقع الى غير ذلك فكيفاش نقدروا اننا نضبطوا النفسيه ديالنا ومن خلالها غادي نضبطوا النفسيه ديال الوليدات ديالنا كنعرف بلي المهمه غتكون شويه صعيبه ولكن اكيد انه كاينه مجموعه من التقنيات اللي نشتغلوا عليها باش يمكن اننا نحافظوا على الاستقرار النفسي ديالنا وديال الوليدات ديالنا عندك الحق سكينه ميرسي 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 كما قلتي عرفتي راه قمتي بالتلخيص بواحد المبدا مهم جدا لا في التربيه ولا في التطوير الذاتي ولا في التعاملات ديالنا مع اي حد فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى الى انا متوتر كيفاش باغي انني نكون طبيعي والتصرفات زوينه مع ولدي الى انا مخلوع كومون جو بو كيفاش غنقدر انني نحسس الطفل ديالي بالامان الا انا تالف كيفاش نقدر نوجه الطفل ديالي الا انا معصب ومضارب مع راسي والله يكون في العوان مضغوط بزاف وما عارفش كيفاش ندير نتصرف مع الضغط اللي عندي كيفاش بغيت انني نتعامل مع الطفل ديالي بطريقه او الاطفال ديالي بطريقه صحيه وان يكون عندي معهم واحد التواصل بناء وان يكون عندي معهم واحد التواصل اللي عرفتي على قد ما هذا الخوف وعلى قد ما لمّا كذلك راه واحد الفرصه عظيمه جدا باش الاسره تجمع كامله وباش ان التواصل ديالنا يكون بناء ويكون هادف وخصنا نتذكروا واحد الحاجه فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى طبعا يا هادشي اللي قلت دابا هذا كامل كيفاش انني نملأ نفسي بالاشياء الايجابيه باش انني نقدر نوصلها ونتبان في التعامل ديالي مع الابناء ديالي ومع المحيط ديالي مع الزوج مع الزوجه مع الاخ ولا الأختي الا كانوا في الدار مع الوالدين لكن كنتي عايش معاهم ايا كان المحيط اللي عندك حداك تحتاج انك تشتغل على نفسك فاول حاجه شنو هي اكثر حاجه ضغطك فمثلا الا قلنا ان اللي ضغطك انك متوقف على العمل ديالك وتقول تقدر ما خاصة الناس اللي كيشتغلوا كيتخلصوا ما كيشتغلوش ما كيتخلصوش فيمكن يكون عندهم واحد الضغط كبير جدا يكونوا مخلوعين من المداخل ديالهم يكونوا كيقولوا يا ربي كيفاش ندير نصرف على هذا الدار على هاد الوليدات ولا نصرف على راسي فاول حاجه نرجع للاساسيات ان الارزاق بيد الله ان سيدي ربي هو اللي رزق ان هذه المساله شي حاجه اللي كبر منا كاملين اللي حتى حاجه ما كنا متوقعينها تحد فينا ما عاشها تنظن يمكن الناس اللي عاشوا في عام المجاعة ولا يمكن الناس اللي طول ربي في العمر الله يعطيهم الصحة والسلامة وعاشوا في عام البون أو عاشوا في التيفويد أو عاشوا في الكوليرا ولا يمكن ما ذاك داك الساعات واش كان حجر صحي واخا قريت شي شويه على هادشي قال لك ايا كان الحجر الصحي كانوا الناس كيجلسوا في ديورهم كانوا الناس هذا فابارسا هاد بهاد الطريقه هادي وبهاد الوطاه هادي تنظن حنايا كناس حاليا زعما قليل فينا اللي هيكون عاشا عودة فكنا كنعيشوا تجربه اولى فاول حاجه الارزق بيد الله ثاني حاجه هذه المساله دي خصها تدفعني الا إيه كنت انني تلحد الان عمري ما فكرت انني ندير واحد لي واحد واحد الادخار للزمن فهذه هي الفرصه اذا ها انا عرفت اننا كاين شي اشياء اللي كتكون اقوى منا واكبر منا وشي حاجه اللي ما تنعرفوهاش منين تجي داكشي باش تنقولوا ال القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود وداكشي باش كنتكلموا على الادخار الحاجه الثانيه ال ها حنا هضرنا على المساله ديال هذا المساله اللي من بعد منها هي واش الجلسه في الدار لو فيت انني ما تنخرجش فمن ما تنخرجش يعني بالطبع راه الله را يكون في العوان زعما مني انا وجبد انك ما تتخرجش ومالك كتخدم وكتلاقى بالناس وكتلاقى بالاصدقاء وتشوف العائله وتشوف احباب وكتحس ان عندك واحد الهدف في الحياه اللي كتعيشو في خدمتك وفي اتصالك مع الناس حتى كتلقى راسك محبوس فاكيد هاد الشيء كيعطينا واحد الضغط فهنا خصنا نرجعو للقيمه ديالنا الحقيقيه، قيمتنا ماشي بالخدمه ديالنا، قيمتنا ماشي بداك الشيء اللي كنديرو، قيمتنا كانسان، قيمتنا كشخص، قيمتنا ك ك كمجموعه ديال الملكات الله عز وجل خلقها فينا، هنا خصنا نعود نشوفوا النظره ديالنا لانفسنا واننا كومون اون سو ديفيني كيفاش كنعرفوا راسنا بالنسبه لراسنا، فاذا ما خدمناش على راسنا اكيد التواصل مع الاطفال او العمل مع الاطفال او هذا هيكون متوتر جدا هيكون آه صعيب هيكون اننا دائما المضاربه حنا وياهم هيكونوا حنا تنشكاو منهم وتنقولوا داك الكلام ديال الشكوى وحدهم وبالتالي راه كان راه اليوم اكثر واكثر تفكروا معايا الله يرحم الوالدين فاقد الشيء لا يعطيه بغي يكون تعاملي سليم مع الاطفال باغي يكون ردود الاطفال ديالي صحيه وجيده خصني نشتغل على راسي نشوف شنو هي اكثر حاجه مقلقاني معصباني مضغطة عليا في هذه الفتره هذه ونشتغل عليها من نحل المشكل مع راسي هنحل المشكل مع الاخر كل شيء هذا الشيء اللي قلتي يا منى غزال وما عندي ما يتسالك وخاصه نبداو نطبقوا على راسنا حنا الاولين بطبيعه الحال من خلال هذه الاستفاده اللي فتينا بها الوغ من بعد ما تكلمنا على هذا الجانب هذا اكيد انه دابا غادي نوصلوا للسؤال الجوهري كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الوليدات ديالنا وكيفاش نقدروا اننا نضمنوا الاستقرار النفسي ديالهم خلاص انه الوليدات في هذه المرحله هذه ما فاهمينش ربما يعني حتى الوضعيه ما فاهمينش كاين بعض الامهات اللي الوليد ديالها ولا البنت ديالها تجي تبغي تعنقها تبغي تبوسها كتقول لا ماما خليك بعيده الى غير ذلك وليداتنا ما فاهمينش هذا الوضع هذا فكيفاش نقدروا اننا نفسروا لهم بواحد الطريقه اللي ما تاديش المشاعر ديالهم بطبيعه الحال وما تاديش العلاقه ديالنا معهم شكرا سكينه على هذا السؤال زعما تبارك الله عليك داك باش لك راه على المحاورات ديالك ما شاء الله عليك لانك تضبطي المسائل ديالك فهنا يا سكينه قلتي واحد المساله مهمه جدا هي ال الاطفال ديالنا حنا كنتكلموا هنا سورتو على البازاج يعني يقول من سبع سنين لتحت لان كتبغي يعنقك ما كيفهمش انك انت عاد داخل سورتو الا خرجتي غير تسخرتي ورجعتي ما كتبغيش يقرب لك هنايا انا نقول لك شنو درت مع بنتي ديال خمس سنين ونص شدينا تفرجنا على برامج ديال الاطفال كتهضر على لو كورونا فيروس كاينين اون فرونسي اون اونغلي بالرسوم المتحركه بالعربيه ما عرفاش تسمحولي ما عرفاش تسمحوا لي زعما ما قلبتش بالعربيه المهم بالفرنسيه والانجليزيه موجودين وتفرجنا وتشرحوا داك لو فيروس كيفاش كيتحرك كيفاش كيلصق كيفاش جا من لاشين كيفاش هادي ان الى الى عطستيها كيفاش خصك دير تفرجنا في داك البرنامج المره الاولى المره الثانيه برامج صغيره ديال خمسة دقائق ستة دقائق هادي وكتشرح بواحد الطريقه مبسطه جدا فداك الطفل كان جلس انا وياه وكنتفرجوا كنقول فهمتي شنو شفتي هنايا شتي منا لدرجه ان من كان عاد دخل للمغرب كتقول لي هو راه فلاشين قلت ليها لا راه دابا حيت وصل لان قلت لها وعاودنا شفنا لا فيديو وقلت لها فوالا شتي حيت راه كيلصق والناس الا ما احترموش هكا راه كتلصق فمن من كتدخل شي حد من دار كنقولها 100 لو كورونا فيروس كنبقى نعاودها ليها منها كتقوي لها الثقافه ديالها منها كتع لامبليك كتدخلها معاك في... كتولي غي ريسبونسابل وحتى ما تستهونوش بثلاث سنين اربع سنين خمس سنين راه مين كندخلوهم معانا وكنشركوهم وتن وتنحببوهم في المعلومه وكيولي ماشي غير جلس تما ما, ما تقربليش عندك ها تمرض هادشي الغوات ولا 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 بعد مني ما تقصنيش وانا اللي فاهم هادشي راه ساهل ولكن مين كتدخلوا معاك وكتفهمو وكتشرحو كتشرح له كتفهمو كتقول كاين واحد المرض ها شنو كاين عاد لي ولدي مين ندخل الدار ما تقربليش لاني نقدر نلصق لك لاني نقدر نكون جايه في الطريق ونصطم فيه او انني نكون دزت حدا طوموبيلتي شي واحد عطس ولا من ركبت طوموبيلتي في الباب جريت الباب ومن قصت فيها راه كان شي حد اللي عطس حدا وبلا ما يرد البال لاح لو فيروس فتنشرح ليه تنحطو في الصوره وتنقول ليه شنو كاين من بعد منها آه ما محتاجينش اننا نعطيو الاطفال ديالنا العدد الموتى والقتلى والمرضى والجرحى وما نو 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 هما غير قادرين على استيعاب هاد الكم من السلبيه ويلا اعطيناه لهم غنقومو غير بالضغط عليهم بواحد الطريقه اللي هما ما ما يتفهموهاش فتنعطيه المعلومه العلميه وتنشرح ليه وتندخلو معايا وكيولي كيعرف يغسل يديه ذاته وكيولي كيعرف انه الا كي عطس كيعطس في الكميم ديالو وكيولي كيعرف انه ديجا حنا ما كنخرجوش الدراري دابا بصفه نهائيه وطبعا وكنشرح ليه تنقول ليه انت متتخرجش بابا ها علاش نتحاوروا معاه راني كان كنعرف كيفاش نوصل المعلومه راه بزاف د الحوايج كيتسهلوا علينا ما كنبقاوش غير شد لي نقطع لك حنا وولادنا حنا مضغوطين وهما مضغوطين و تيوليو تنوليو الحلقه مفرغه واحد لو سيركل فيسيو انا تن انا تن تطلع داك العصبيه وتنخرجها فيه وهو عاوتاني كيردها ليا وهي ماشيه فهنايا نوصلوا المعلومه للاطفال راه هما تيفهموا ونتعاملوا معاهم ونعلموهم ونتعلموا حتى حنا معاهم انني كيفاش نوصل ليه المعلومه وتنظن هذه هي الفرصه رائع كوتش أه طبيعي انه كيف ما يعني في حياتنا اليوميه الوليدات ديالنا أه كيتشغلوا مع المدرسه مع اصحابهم كيلعبوا كيخرجوا كي... كي ينفسوا على راسهم كيف ما تنقولوا تيخرجوا ديك الطاقه ديالهم اللي ربما كتكون شي شويه زايده علينا حنايا ككبار فكتكون فرصه سواء مع اصحابهم في المدرسه أه سواء حنا كنخرجوا من الويكاند سواء مره مره تنديروا خريجات أه تنديروا دي بروغرام دابا ما يمكنش الظرفيه الحاليه كتستدعي منا اننا نجلسوا في ونبقى ونبقاو ان كونفينمون بطبيعه الحال ففي نظرك كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الحركه الزايده ديال الوليدات ديالنا في المرحله يعني الوليدات يعني ما عندهمش شي حاجه كثيره دابا كاينه الدراسه عن بعد كيقرا كي واحد ساعه ولا ساعتين في النهار يمكن وقيته طويله قدام التلفزيون يرسم شويه يلعب شي شويه احيانا حنا كنكونوا يعني خدامين عن بعد يا كنشقاو يا ممسالين شو ما كنعطيهمش الوقت الكافي كاينه هما عندهم واحد الطاقه اللي هما باغيين يخرجوها ولكن ما لاقينش كيفاش وحنا ما معاونينهمش فكيفاش نقدروا نوجهوا الوليدات ديالنا وما غنقولش نتحكموا ولكن نتعاملوا مع الحركيه الطبيعيه ديالهم في هذه المرحله وفي هذه بالنسبه لهم هما يعني ما نقولش محبوسين ولكن ما يمكنش يديروا الانشطه ديالهم المعتاده بطبيعه الحال فوالا سكينة حانت كيما قلتي لينا ما, ما يمكنهمش يديروا الانشطه المعتاده ديالهم يعني هاد الاطفال كان عندهم واحد الوقت اللي ديجا كيكونوا في قلب الخدمه في ديالهم اللي هي المدرسه ديالهم هذاك راه واحد الوقت اللي كياخذ كي ليهم آه شحال من 8 ونص الصباح كان كنحطهم ولا 8 الصباح لا حتى ل 4 العشيه فتخيل ان انت عندك هاد الوقت هذا كامل ولا ما عرفش نتاي براسك راك لنا قبيله فاقد شيء الى يعطيه، نتا ما عرفش راسك كومون لو موبلي كيفاش تعمر لي هاد الوقت فشوف باش نكونوا واقعيين هاد الاطفال خصهم يتشغلو تفرجوا في التلفازه بزاف ما مزيانش عطيناهم التليفون والتابليت و اولغديناتور بزاف ما مزيانش سمحنا فيهم وخليناهم تيملو و تيبداو ما عارفينش راسهم باش يشغلوا راسهم كذلك ما حكرنا عليهم وبقينا كان عليهم نوض دير لي نتقرأ، نتعلم نوض تقرا نوض تعلم لا خصك تحفظ ليا هادي بالفرنسيه لا هادي خصك تحفظها بالعربيه لا هادي تبارك الله خلاص اللي كيكون عندهم حتى الانجليزيه كذلك او شي لغه اخرى او الرياضيات بدا تيتعلم ليها ولا فهنايا وسورتو انا تنتكلم على الاطفال في البازاج لان ملي كنوصلوا للمراهقين عاوتاني كتولي عنا واحد الحاجه واحده اخرى ونقدروا نخصوا ليها حلقه باش نشوفوا التعامل مع المراهقين في هذه الفتره هذه دونك تنشوفوا زعما الاطفال اللي في البازاج اللي تي تيتلفوا محتاجين محتاجينك نتايا كتو لي زون انك توقف معاهم وانك تاطرهم وانك ت... تعطيهم ما يديروا فهنا سهل كتعجن عطيه طريف الخبز تشغل فيه ماشي يلعب به لا غسل ليه يديداتو ونغسل ليها يديداتها ولد ولا بنت فحال فحال باسكو سي اون اكتيفيتي واحد النشاط اللي كيخدم فيه العضلات ديالو والتركيز ديالو ومن بعد من هذاك الخبيزه اللي هيصوب حتى يقرصها ويغبرها ويصوبها ويحشيها حتى هو معاك في الفران و ايل يكون راضي واحد الرضا عن النفس وفخور بنفسه لانه حقق واحد الحاجه راه في هذيك الخبيزه الصغيره اللي تي تيلعب تي تي بها وهذا وانا ضد الطيعه ماشي تعطاه له يبقى يعنفش فيها ويوسخ فيها وبعدين بعد لا بالعكس اجي بابا نصوب لك الخبيزه ديالك اجي انت تصوب الخبيزه ديالك اذا ها انا شغلته لاكتيفيتي اللي كندير نحاول ندخلو معايا فيها انصوب اون سالاد ما نعطيش السكين طبعا الا كان السن ديالو ما كيسمحلوش يستعمل السكين ولكن نقولي اجي انت لي قياس الملح نديرها له في معلقه ونعطيه يدير فهنايا منها كنشركو هو في واحد المجموعه ديال النشاطات وكنخليه انا كذلك لان الطفل فوقاش يل دوفيان توربولون تيولي قبيح بالمعنى ديالنا حنا الوغ كو هو غير تيطلب الاهتمام تيطلب انه يقوم بواحد النشاط كيقوم بانه تيطلب الحركه تيطلب انه ي... يدير شي حاجه مين ما من من تنلغيوه او من كنقولي بعد مني انا مشغول انا دابا تنطيب انا دابا تنخدم انا دابا كندير ومن نجي انا نخدم نعطيه ورقه حداه آه راه كاينين بزاف ديال الانشطه شوفوا آه آه راه كما قلت لكم قبيله وهنبقى نقولها وكنقولها دائما فاقد الشيء لا يعطيه انت الا ما عندكش واحد لو ستوك واحد المجموعه ديال الانشطه في الدماغ ديالك في الرصيد ديالك اللي كتقول هاد الانشطه نقدر نخدم معاها مع الطفل ديال عامين ديال 3 سنين ديال 4 سنين ديال 5 سنين ديال 6 سنين وانت طالع فبالتالي دغيا كتوحل كتولي كتعطي الطابليت ولا التليفون باش تهنى منه والله يكون في العوان هاد الوقت هذا راه بزاف من الناس يعطي الطابليت والتليفون والاورديناتور ولا التلفزه لان ما تيعرف ما يدير عطيه الرسوم المهم بعدا يبعد عليك شويه خليك دير شغالك ولا تمشي لخدمتك ولا تشوف شنو فهنايا دخلوا دخلوا اليوتيوب كنا دابا زعما تنظن الناس اللي كيتفرجوا فينا الان راه عندهم الانترنت وعندهم الهواتف الذكيه او لي زورديناتور باش قادرين يشوفوا البرنامج <applause> سيرو دويت ات يور دي اي هذا دي اي اي ما محتاج انك تكون تعرف الانجليزيه او شي لغه معينه لان غالبا تيوريوك بالحركه تيوريوك بداكشي اللي خاصك دير دخل بي إنترست بي إنترست واحد لابليكاسيون داك لابليكاسيون الحميمره دير غير بي اي -E بي -E اي -E -E. ان راه هي الاولى ديال الافكار وقلب على داكشي اللي بغيتي افكار لشغل أطفال ديال 3 سنين ديال 4 سنين ديال 5 سنين شوف لا ماتيير او المواد اللي عندك في الدار عندك الطحين ولا عندك الزيت ولا عندك الروز ولا عندك البلاستيك ولا عندك طريفه الخشب ولا عندك الوراق ولا عندك الصباغه ولا سوغمو عندك ميكا ديال الطبله ميكا ديال الطبله مقطعه ما بقيتيش باغيها كاين ديزاكتيفيتي اللي تقدر تخرجها منهم كاينين عندك الورق المقوى ولا كرتونه جبتي فيها الزيت ولا جبتي فيها جافيل ولا جبتي فيها شي حاجه بقات عندك حتى هي عندك ما دير بها الكتبه القدام اللي كيكون كي عندهم داك الغلاء فيت القدام اللي كيكون كي داك الغلاف القاصح حتى هو كاينين ديزاكتيفيتي ديز اللي تقدر ديرها بهم من وعطيه يتفرج و الى بليك اي صوب وريدات هاي ان وازو بريطل هاي كويس ويبقى يصبغ فيه شوف المواد اللي عندك في الدار شغلو بهم راه الطفل اللي ما عندوش انشطه طبيعي انه يمل وطبيعي انه يولي يربل وطبيعي انه كيقلب انه يشغل راسو راه هي طريقته باش انه يخلق واحد une activité de réalisation واحد النشاط اللي للخلق اللي اللي للتحصيل وكما قلت لكم راه كنا عنده من غير سكينه الانشطه اللي كنخرجوا حنا مثلا في الويكاند ولا من بعد القرايه ولا على حسب بيان كل واحد والظروف ديالو ولو انك تخرج تضرب به دويره على رجليه وترجع دابا ما كيناش هذيك راه تكون في الويكاند حنا ضربه كنتكتموا على الاسبوع كامل على الاسبوع بداك الوقت اللي كان هو كيمشي للمدرسه كيلعب فيها كيدير لا سيست كيتلك كيشوف الاصدقاء ديالو كيتعلم شي حاجه جديده اي سوغياليست تيجاوب تيهضر مع هذا فهنا هذا الوقت هذا اللي كان هما ديجا عندهم ما بقاش عندهم من غير الوقت ديالنا حنايا اللي كنا كنقضيوه معاهم فهنايا راه خصنا نكونوا شويه رفقاء بهم لان التهم الله كل يوم في اليوم راه حاسين بالملل وحاسين بالضغط وحاسين ان لا سيتوياسيون او هاد الحاله اللي حنا فيها غير طبيعيه اكيد كوتش هاد الكلام كله اللي قلتي زوين بزاف ونحاولوا اننا نطبقوه في الحياه اليوميه ديالنا مع وليداتنا ولكن ما نكرهكش انك تعطينا ديزاستوس يعني حيل اللي نقدروا نتعاملوا بها مع وليداتنا في نفس الوقت نضمنوا الاستقرار النفسي ديالهم النمو ديالهم بشكل طبيعي الحركه ديالهم بشكل طبيعيه وتحنا نقدروا نتحكموا شي شويه يعني في, 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 تعاملنا معهم كما تنقولوا الخاطر يعني قليل والتعامل مع الوليدات كيبغي الخاطر متسع فشنو هما لي زاستوس اللي زا تقدري تنصحينا بهم كوتش منى صباحي دونك بالاضافه للانشطه لانها ضروريه جدا ومنها تحني نفوجوا على راسنا شويه را بالضروره أن ندير معها الانشطه كاملين غير حاجه حاجه ونلعب انا وياه ونضحك انا وياه ولا انا وياها ولا انا وياهم الا كانوا عندي هذا اطفال في هذاك السن وحاجه واحده اخرى أه، تحنا حنا دابا ما كنخرجوش خرجنا كتكون لي الضروره 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 القصوى نديرو الدار واحد البلاصه ديال اللعب نلعب مع ولادي نخنفش فيهم يخنفشوا فيا ننقزو حنا وياهم نديرو رياضه مجموعين واخا تكون عنده 3 سنين نضحك معاه ونهدا نهزو برجليا نه... نديرو واحد راه فرصه زوينه بزاف باش نقربوا من هاد الاطفال وندوزوا معاهم وقت اكثر ماشي يكون واحد العبء علينا نعنقوا عنقوا ولادكم بزاف 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 بزاف, بزاف. عنقهم كان كنبغيك كنحمق عليك آه الله يخليك ليلي انا فرحانه بيك آه اجي نلعبوا هادي اجي نجريو على هادي آه نريبوا الخدادي نعاودوا نحطوا الخدادي نمشيو لهنا نجيو لهنا المهم يكون عندنا شي انشطه معاهم اننا يكون لو كونتاكت باش حتى من تقلق عليه ولا نغوت عليه يتقبلها مني لأنه في حال واحد الكونت بونكيغ راه عندي عامر عندي لو كريدي لعبت معاه خدمت معاه تفلينا عن قلت ليه كان بغيك جلي راسوري اون يكون عندي واحد لو ديفيسيت او واحد نخرج منه كنلقى منين نخرج يعني كنلقى حتى داك الطفل مستعد انه يتحملني الا تقلقت ولا وتلقاه هو يجي عندك ويعنقك ويقول لك مالك وهذه ماشي انت غير كتغوت غير كتغوت غير كتغوت غير كتغوت وهو حاس بالملل وحاس بالضغط وحاس بالانشطه ديالو ما كايناش فبالطبيعه راك حنايا اللي اون فافوريز كنزيدوا منهم داك لي كومبورتمون او داك التصرفات او داك لي اللي كنسميوها البسالات ولا خيوبيه ولا راه حنا اللي كنخلقوها وهي راه ما خيوبيه ما بسالات مقبحت هي تصرف طبيعي من طفل كونفيني محبوس في الدار الانشطه ديالو المدرسه ديالو ما كايناش الخروج ما كاينش ما يقدرش يخرج يلعب في الزنقه على برا حدا الدار وما يقدرش يشوف صحابو ما يقدرش يشوفو صحابو جداته ولا جده اللي كان كيشوفهم يخرج معاهم ويلعب معاهم ومي... ما كاينينش الا كنت انت يا كبير وفاهم الوضعيه وحاس بها و... فهو راه مازالو كما قلت لكم قبيله كاين طرق باش نفهموهم باش نوعيهم باش نعرفوهم وبطريقه علميه بلا خلعه بلا بلا خلعه بزاف خصهم يعرفوا ان كاين المساله خطيره وان المساله كتطلب منا اننا نجلسوا في ديورنا ما يكونش واحد التواصل كتير بزاف مع الناس ايتترا ولكن باش حتى هما يسو سونت انتريسي اي امبليكي تا هما يحسوا براسهم داخلين في هذا و تيحس براسو انه ولا واحد العضو فعال في الاسره ديالك اكيد كوتش منى الى سحتي لي الوضع اللي تنعيشوه اليوم راه ماشي وضع سهل فما يمكنش نقولوا بانه احنا لا صافي بخير علينا كلشي هو وضع لي شي شويه ضغطنا معصبنا مقلقنا ما عارفينش شنو من هنا يعني متفائلين ان شاء الله بان آه ربي يرفع علينا هذا البلاء ويكون خير وان شاء الله المغرب يقدر يسيطر على هاد الفيروس هذا ولكن في نفس الوقت كاين تخوفات وكاين مجموعه ديال الامور فشنو شنو يمكن لك كوتش منى باش نقدروا اننا ربما نوجهوا نفوسنا حنا حنا نرتاحوا في تعاملنا وفي تعاملنا مع وليداتنا خاصه دابا كاين الضغط ديال الدار كاين الضغط ديال العمل عن بعد فيه ستريس لانه ماشي بحال ملي كتكون في العمل ديالك عندك الاليات باش كتشتغل دابا في الدار على حساب كل واحد والامكانيات ديالو واش كاينه الانترنت ما كاينش الانترنت ثقيله سريعه المهم كاينه بزاف ديال الامور اللي داخله في هذا الباب هذا و يعني الاهتمامات ديال الدار خاصنا نوجدوا بزاف الحوايج في الدار الوليدات القريه ديالهم عن بعد سيسيرمون يعني النهار كيقدر كي يكون شي شو شويه مشحون ف بالنسبه لك يعني الوضع وحنا كيفاش حنايا باش تقدري تنصحينا كيفاش كدوزي نهار كامونه ديكي دو كيستيون دابا اذا كيفاش تقدري تنصحينا وكيفاش كدوزي نهار كامونه انتي كاكوتش كيفاش نقدروا ديك مم خدينا نفس فوالا voilà. آه خدينا نفس عندنا بزاف د الحوايج نديرهم في الدار زو... في زوينين كما شفتي يعني لي لايف لي فاتو دوينا على كيفاش نجريو على الطاقه السلبيه من الدار على لو سبور آه كيفاش نديرو لو سبور في الدار راه ممكن اننا ماشي محتاجين ضروري نمشيو لا سال الوغ آه اعطينا واحد واحد اللمحه على النهار كيفاش يمكن يكون آه... ما نقولش آه... اسهل مي غنقول اجود واحسن فوالا voilà. وي سكينه <applause> اذا حنا خصنا نخرجو داك الضغط هذاك الضغط كنخرجوه بالحركه هي اول حاجه يعني حنا محتاجين نديرو الرياضه في الدار ربع ساعه توله ساعه ماشي بالضروره ساعه ماشي بالضروره يكون عندك دي ماشين ماشي بالضروره يكون عندك واحد الماتريال كبير دخلوا تبارك الله دابا راه لي فيديو متوفرين جدا وبزاف ديال لي كوتش سبورطيف اللي تايتقاسموا معنا ديجا ستوس ديالهم تيقول لك كيفاش دير الرياضه في الدار ما تحتاج لا ماتريال لا والو شطح دير الرقص دير الرقص اللي بغيتي عزيز عليك الشعبي ولا الشرقي ولا التونغو ولا اللي بغيتي دير الموسيقى المفضله ديالك ونشط تحرك هذه من جهه محتاجين كذلك يمكن هذا اول جانب قبل من الجانب ديال الحركه الجانب الروحاني العلاقه ديالنا بالله عز وجل اللي كان كيقولوا ما كيلقاش الوقت باش يصلي دابا عنده الوقت باش يصلي دونك صلي وصلي مرتاح صلي ودعي دير الدعاء دير لانتونسيون يعني النيه ديالك في الشيء اللي كتدعي به كنتي كتقول ما عندكش الوقت باش تقرا القران باسكو ما كتخرج كتمشي دابا عندك الوقت اذا خصص لراسك واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا شوف المهم اللي بغيتي دونك كاين الجانب الروحاني والجانب الديني كذلك كاين الجانب الحركة. في الحركه في الرياضه في هذا باش ما نبقاوش غير في في لو كوتيديان داكشي اليومي ديال طيب شطب خمل صيق داكشي ما كيتسالاش واللي كديرو هاد النهار كديرو غدا خصو يتعاود كل نهار اون بلوس الحاجه الثالثه هي سو فيغ بليزير بار لا نوريتور التذوق اننا بلا ما تكون ضيعه حيت هذا ماشي وقت ديال الضيعه مي داكشي اللي كنصوب نستبنو نعيشو انا كنصوبو ندخل وليداتي معايا هما باش يطيبو معايا باش نتفلاو باش نضحكو باش نهدا ونحطوه كاملين وهذه صوبناها كذلك الجانب الانتليكتوال ديال ديال الدماغ ديالنا الدماغ ديالنا محتاج كذلك كنوع من انواع الانتعاش نقرا شويه ندخل نشوف دي خلوا خليو عليا الكورونا فيروس والاخبار ديال الموت والاخبار ديال المصائب هادشي راه صافي راه عيينا منه وثانيا ما كيزيدش بك القدام كل نهار كتعرف شحال من واحد مات شحال مزيان تري بيان ما, ما نخصك تعرف انت شنو خاصك دير تجلس في دارك ت... ت... ما تكونش لو كونتاكت مع الناس الا خرجتي ولا هذا يكون غسل اليدين والتعقيم وداكشي كامل اذا انا عارف راسي شنو نعرف واحد ربع ساعه في النهار نعرف الأخير. برد العالم شنو كاين في عندنا في البلاد خارج البلاد مزيان من غير خصني شي حاجه اللي كتزيد بيا لقدام اشياء ايجابيه نتعلم لغه جديده إن نقرا شي كتاب نقرا ان رومون بوزيتيف قراو اي حاجه المهم الدماغ ديالك خصو يهدا او كذلك كاين داك الالعاب ديال الدماغ دا راه بزاف تيسيركوليو هاد اليوم الصراحه زعما كبديله زوينه بزاف كتلقاها في الواتساب ولا في فيسبوك ولا دي كالكول مونتو الحساب الذهني او الحسابات ديال دي بوزل او الحسابات ديال او دي جو دي شيك داك لي بوزل ديال لي زيشيك المهم دير شي حاجه اللي تحس الدماغ ديالك فيها كي, كي يزيد القدم خليو عليا داك الالعاب ديال العنق اللي نقتلك وخلي عليا الالعاب ديال عاوتاني فيها شويه ديال التكلاخ جونغ كيبقى داكشي كيتعاود خدم باش الدماغ ديالك هذا هذه الطرق اللي كتسمح لنا اننا نجدد الطاقه ديالنا بطريقه غير مباشره ان كل ما نركز على المرض وكل ما نركز على الاخبار السيئه كل ما يزيد درجه التوتر اللي عندنا في الحياه ديالنا كذلك نقدر نخدم التنفس ندخلوا كاينين دي فيديو ديال كيفاش تقاد التنفس ديالك كيفاش دير تنفس ديال اونتي ستريس يعني ضد ضد التوتر او تنفس باش تجيب النعاس ودير لا ميديتاسيون التفكير الايجابي والتامل شوفوا كاينين مية ألف طريقة أنا عطيتكم الخمسة ديال أربعة ديال خمسة خمسة كاين الجانب الديني أو الجانب الروحاني كاين الجانب ديال الحركة الجانب ديال لاديكوستاسيون داكشي اللي كندوق كاين كذلك الجانب ديال السمع شنو كنتسنط ليه نتسنط حاجة اللي كتعجبني شي حاجة اللي كتريحني شنو ما بغيتي هي المهم يكون واحد الحاجه اللي لي ديالك الحواس ديالك تتم الاثاره ديالها بطريقه ايجابيه باش تزيدك داكشي الايجابي لان الا بقيتي غير في الاخبار ديال الكورونا والموت والمشاكل والمصائب وهذه هنا وهذه هنا وهذه هنا فاكيد انت لو ستوك ديالك ديال التوتر كيرتفع وكيفاش غتلقى هاد الجد ولا هاد الطاقه ولا هاد الكانه باش انك تعيش مع الاطفال ديالك هاد الايام اللي شويه صعبه والله يدوزها علينا على خير وبخير صراحه الله يعطيك الصحه منى مهني ما شكرا ليك بزاف 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 على كاع المعلومات اللي تقاسمتيها معنا لهلا يخطيك وتحياتي الكبيره ليك بطبيعه الحال كوتش منى صباحي آه كوتش معتمده في التطوير الذاتي آه شكرا جزيلا ليك لهلا يخطيك ونتلاقاو قريبا صديقتي الله يحفظك تحياتي لكم شكرا جزيلا الشكر واكيد انه يعني هاد المرحله اللي تنعيشو هي مرحله اللي تخلينا آه نراجعو حساباتنا في بزاف 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 ديال الحوايج في الحياة ولكن أنا قبل ما نودعك الصراحة ما تعطينا شي نصيحة للأزواج لأنه يعني بعد الإحصائيات في الصين قالوا باللي ارتفعت يعني النسبة ديال الخلافات الزوجية من بعد الكونفينمون في الصين فدابا جالسين 24 ساعة 24 ساعة مع بعضياتنا أزواج ووليدات شنو هي النصيحة اللي تبغي تقول لنا ونختموا بها معك منى شكرا عزيزتي على الاستضافه والله العظيم انا توحشتك بزاف 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 وتوحش نتلاقى ونشربوا قهوه أنصام ونجلسوا ونضحكوا ونكون اتصال مباشر وان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل نتلاقى ويكون ان شاء الله كل شيء على خير وبخير وتمنياتي للجميع لنا ولكم الصحه والسلامه ان شاء الله وتجربه من تجارب الحياه كنتعلموا فيها نستغلو هذه الفرصه نعرفوا راسنا نعرفوا المحيط ديالنا ونستغلوها بطريقه ايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم تبارك الله عليك كوتش منى ما عندي ما يتسالك شكرا 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 جزيلا ليك والله يسمعنا اخبار الخير قريبا باذن الله ونعيشوا بتفاؤل التفاؤل اكيد كيف ما قلتي شكرا جزيلا ليك كوتش منى وتحيه كبيره ليك شكرا ليك بزاف صديقتي العزيزه على هذه المعلومات كلها اللي يعني تقاسمتيها معنا الله يخطيك تحياتي ليك اشتقينا ليك بزاف 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 وان شاء الله نتلاقاو من بعد الكونفينمون باذن الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه قريبا باذن الله شكرا جزيلا ليك اليوم كانت معنا الكوتش منى كوتش معتمده في التطوير الذاتي اللي عطاتنا بزاف ديال المعلومات على كيفاش نتعاملوا مع الوليدات ديالنا وزادتنا واحد المعلومه صغيره كيفاش نصلحوا الجراء مع الازواج ديالنا حتى دوز المرحله بخير وعلى خير بصراحه بيني وبينكم ما سخيتش بكم ولكن كنتمنى انه الكونسيبت الجديد يكون عجبكم لانه فوتنا مرحله كبيره في اننا كنتكلموا على التوعيه دابا خاصنا نتعايشوا مع الوضعيه اللي إحنا فيها ونستافدوا لو من هذا الوقت وما نضيعوش اننا نقربوا لبعضياتنا أه على مستوى اني تعاملنا مع بعضياتنا ونحميه بعضياتنا ودائما ناخذوا الشروط الاحترازيه باش نحميو راسنا ونحميه بعضياتنا تبارك الله عليكم اصدقائي وصديقاتي وما تنساوش صيفطوا لي لي كومونتير ديالكم بارطاجيو لو ماكسيموم ما احبابكم وصيفطوا لي لي كومونتير ديالكم فيهم الاسئله فيهم أراءكم مرحبا بالجميع انا فرحانه انني نتواصل معكم واكيد انه يعني حتى بعض الامور اللي بغيتيونا نناقشوها اللي بغيتيونا نستضيفوا لكم ناس على ودها انا مستعده انا معكم وكيف ما تعودتوا تعود عليا تعود عفوا في لا باج ديال لا لا نهار لا كنكون معكم كنا من قبل في حياتي قصاص واليوم وتستمر تستمر الحياه نهاريه نهار لا واكيد ان الحياه تستمر معكم وبكم كنموت عليكم تهلاو فراسكم الى اللقاء